أعزائي المشاهدين الكرام، ها نحن نعود إليكم من جديد في برنامجكم الخط الساخن. أهلا وسهلا بكم وأهلا بمشاركتكم، ومعنا مشارك آخر. ألو. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. الله يخليك، كيف أنتم؟ حياك أخي، تفضل. من معي يا أخي؟ معك الأخ بن الله علي محمد المنيفي، من موظفين هيئة مستشفى ذمار العام. أنتم من ذمار؟ إن شاء الله. حياك الله. كيف إن شاء الله؟ من ذمار؟ أكيد أكيد. طيب حسين، يلا تفضل أخي، إيش الشكوى؟ والله أنا أشكو تعسفات الإدارة في هيئة مستشفى ذمار العام. مستشفى ذمار التي تقوم بتوقيفنا وأصدر توقيفات وبدون ذكر الأسباب. وذلك عندما تطالب بحقك أو تطالب بتحسين العمل أو تطالب بأي شيء، يتعسفوك في التوقيفات، وأطلب منهم أن يكتبوا الأسباب في التوقيف فيرفضون، وكأنها تمادي في الظلم والتعسف. يا زين الموظفين. يا أستاذ زين الله، هلا. وقفوك أنت؟ وقفوني مرتين. مرتين الآن أنت موقف؟ التوقيف الأول في تاريخ 9/4، والتوقيف الثاني تاريخ 3/5. يعني خلال الشهرين هذه تم توقيفك مرتين؟ يعني ما فيش، يعني حوالي شهر، يعني في 9/4 وفي 3/5. والأسباب؟ وبدون أسباب. أنا أطالبهم بالأسباب. أولا يقولوا أبدا إيش كتبت في الفيسبوك، والمرة الثانية حتى الآن دخل... أطالبهم مع هذا في الفيسبوك، عفصلوني من القناة، يعني في الفيسبوك نشط، يعني عسى والله العظيم. وإيش ثاني غير؟ هذا هو تعسف، هو تعسف يعني ليس إلا. يعني أنا أكلمهم حتى أنه أذهب أراجع أو أي شيء. قدمت لهم قبل أسبوع شكوى أنها تعسف وأن هذه، قاموا منعوني حتى من البوابة، وأدوا أمر البوابة بمنع دخولي إلى المستشفى. أجو وظيفة أنت؟ عملي يعني. أش عملك بالضبط؟ أنا في المختبر، يعني طبيب مختبر في قسم المختبر. طبيب في قسم المختبر، مكان مهم جدا، وقفوا عن العمل. والمرتين ومنعوني من دخول حتى البوابة، حتى حوش الهيئة يتمنوا. طيب المنع من جهة من؟ من جهة، هل في شخص بعينه ولا؟ بن صالح الزنجاني. رئيس هيئة مستشفى ذمار العام. طيب نحاول نتواصل مع الجهات الرسمية. لاحظة أنا حقيقة أعزائي المشاهدين الكرام، في يعني في وصلتنا كثير شكاوى على مستشفى الثورة، ممارسات وأشياء كثيرة، كثير من المرضى، كثير من الموظفين، كثير كثير، لكن إن شاء الله نجد المختصين لكي نتناول قضية مستشفى الثورة. طيب يا أستاذ زين، إيش باقي غيره؟ والله لا شيء يعني. هل في مجموعة غيرك تم توقيفهم ولا بس أنت؟ هو في أشخاص غير بس زملائي يعني في المستشفى دي الموقفين، بس ما أدري إيش مشاكلهم يعني. أنت رسمي ولا متعاقد؟ أكيد أكيد رسمي أنا. أنت رسمي؟ نعم. طيب هل في انتهاكات لاحظها في المستشفى؟ في قصور في جوانب، وإحنا تكلمنا من قبل إنه في أخطاء في كذا، وإن هذه سمعة مكان عملنا ومستشفانا. يتكلم يعني بكلام ما كذا، لما عملنا كنا نجمع من كل الأجسام 2 أشخاص أو 3 من الملتزمين بعملهم، لما عملناها قام هو حارضنا وقال أن أنتم تفعلوا لكم إدارة داخل إدارة، رجعنا توقفنا. لكن لما الضارب بحقه يعني أكبر اختلال، إنه يعني لمدة 4 شهور أو 5 شهور مستحقاتنا المالية ما بتجيش، يعني ما بتوصلناش في آخر الشهر. الراتب الرسمي، الراتب الأساسي، بعضها ننتظر 10 أو 15 يوم. طيب يا أستاذ دين الله، خليك معي، زبن الله خليك معي في الخط الآن. أعزائي المشاهدين الكرام، ورحب باسمكم الأستاذ عبد المجيد المقدشي، مدير الموارد البشرية بهيئة مستشفى الثورة بذمار، مستشفى ذمار العام. سلام الله عليكم يا أستاذ عبد المجيد. أهلا وسهلا عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ الله يعافيك ويسلمك. في شك من أشكرك لمشاركتك معنا في البرنامج. أهلا، أشكركم أنتم على هذا الاتصال، وأحنا مستعدين للرد لأي مواطن أو موظف في أي وقت. ممتاز. طيب ما دام في استعداد فهذا رائع، كان يفضل قبل الطلوع للإعلام لأنه قد على مباشرة. السؤال يا أستاذ عبد المجيد، في واحد عندكم اسمه زين الله المنيفي، تم توقيف زبن الله
المنيفي تم توقيفه وتكلم أنه بدون ذكر أسباب هذا التوقيف كما قال، وهو معنا على الخط. أنا أخبرنا الله المنيفي موظف عندنا بكالوريوس مختبرات، والتوقف طبعا أي إدارة ما تتخذ التوقف إلا لأسباب ترى أسباب رأتها أنها مخالفة. يا سلام عليك، صح المعمول بها. أحسنت، بس لماذا لا تعلم الموظف بالأسباب؟ الأسباب هو يعرفها. طيب هو بنفسه بيقول لا يعرفها، هو الآن معنا على الهواء، هو تواصل معنا لأنه قال تابعكم منكم دون الأسباب ما رضيتوش، هو الآن بيقول أريد أن أعرف لماذا تم توقيفي، وهو معنا الآن على الهواء مباشرة. يا أخي الأسباب هو يعرفها وما ومطلع بها، ودخل في كلام مع رئيس الهيئة كلام لا يليق، وموظف عام في دائرة حكومية يعني كلام بقى ورد على رئيس الجهة. أيه؟ كون القانون واضح وصريح منظم سير العمل كيف يرد عليه يعني؟ كيف يرد عليه؟ كيف كان الرد عليه؟ الرد يعني هو أنه عيب من الواحد أنه نحن نشير ما حصل ما يعني. لا لا، هل هو رد عناد أم رد نصيحة أم أنه مهم جدا قد أنصح واحد يقول يا أخي أنت بتقل ذا، أو احتكاك من حق أنه يحتاج بطريقة سلمية سنها القانون. لا أنت لا ما الموظف لا ما يعمل عمل، العمل هذا مخالف لما هو معمول بداخل الجهة، ورئيس الجهة يوجه بعدم بعدم الاستمرار بهذا العمل. طيب خليك معي يا أستاذ عبد المجيد. يا أستاذ دين الله دين الله، ما هي الأسباب يا أخي؟ تفضل، قال أنت تعرفها. يا أخي العزيز، التوقيف لما تكون أي إدارة، أنا الإدارة عملي يعني واجب وحق، أنا أعطي واجبي على أكمل وجه، أعطي حقوقي على أكمل وجه. قصرت في واجبي ممكن أسبي بتوقيفات وغير هذا إنذار يعني. أما على المشير تشبك وهو يعلم، التوقيف الأول على المشير تشبك والتوقيف الثاني بتنتج أسباب وهو يعلم. وقلت لهم ان يكتبوا بالتوقيت او انه يوقعوه وهم لا يتكلمون. ايش اللي عملته في الفيسبوك؟ على رئيس الهيئه. ايش اللي عملته في الفيسبوك؟ شيء مقرر وكانه هو الداخل الى يا استاذي، ما هو اللي عملته في الفيسبوك؟ اما اذا في يعني الانسان مسؤول هو في خدمه الشعب والمواطنين والمدير تنظيم العمل. القضيه مش قضيه، اذا كانت القضيه شخصيه فنتمنى ان تكون خارج القناه. اذا كانت القضيه واحتكاك شخصي تكون خارج إطار العمل بشكل كبير. إذا كان القضية قضية من أجل العمل فهذا الذي إحنا نريده. أنا أتكلم على أخطائي في العمل أو على قصوري أو على غيابي لا أحد، لكن على أني أقول إنه مقبول دين هذه السلامات وأنا جعلوا يشغل المرجان أو كذا، هذا رأيي إدارة النيابة يعني. طيب خليك معنا في الخط، خليك معنا. أستاذ عبد المجيد ما رأيك؟ لا هو اصلا صوته مش واضح، قال ما بش اسباب واضحه، وهو طالبكم انكم تجيبوا له الاسباب التوقيف. اما حريه الراي فهو يعبر عن رايه بالطريقه اللي شرع لها القانون، ولا يوجد ومطالبه بالحقوق، ولا يوجد ابدا احتكاك شخصي. ما شوف يا اخي، بالنسبه للحقوق حقوق الموظف تطلع على اكمل وجه في وقتها. انا سمعت في بدايه الاتصال عدل وبيقول لك ان المرتبات ما بتصرف الا في حجره في 15 بالشهر الثاني. انا يا اخي تعينت في 28/12/2013، صح ان هذه كانت مشكله كنت اسمع بها وانا خارج الهيئه انه المرتبات كانت تاخر. لكن المشكله كانت في مدير عام الموارد البشريه السابق وليس في رئيس الهيئه او موظف اخر. ايوه انا عندما وصلت للهيئه وهذا هو الان على الخط اساله المرتبات بتصرف في 25. طيب كان في مشكله؟ يعني بنفسك قلت كان في مشكله؟ هل حلت؟ أنت قلت كان في مشكلة، هل حلت؟ كان مشكلة في مدير عام الموارد البشرية السابق يعني. أوكي كان في مشكلة، هل حلت المشكلة هذا؟ أنا وصلت 28/12 الآن 25 بتصرف المرتبة في 25 من كل شهر، مشكلة ممتاز محلولة. ممتاز ممتاز. طيب في موضوع، أنا نرجع موضوع الرجل هذا، ما هي الأسباب أو ما هو الحل؟ ما أقول ما هي الأسباب، لا ذكرت أن أنت الأسباب ولا هو يعبر بالأسباب. أنت في نظرك ما هو الحل؟ أنا والله بالنسبة للأسباب هو يعرفها. ما هو الحل؟ ما عرفش نعرف ما هو الأسباب كإدارة، إنه ما يصلحش إن إحنا ندي المواضيع كلها ننشرها للناس ما بيحصل دخل، لكن الموظف من حقه يراجع. وأنا قد وعدت إنه
مهما كان وغلط مهما كان بالرد حقه وبالتصرف وغلطان 100% ما فيش فيها لا امتداس ولا محاكاة شخصية من قبل الإدارة. بالعكس ويبدأ يحول الإجراء الإداري أو العمل الإداري إلى محاكاة شخصية ويبدأ بالطلب طبعا على الإدارة بألفاظ لا تليق به كموظف ولا تليق بالإدارة كإدارة. نعم يعني هل... أقول إنه الألفاظ هذه يعني يمكن تقول في في السوق في الأسواق ما تقول في محط عمل حسين. طيب إذن إذن الحل إن شاء الله يمر له عندك أنت إن شاء الله. وعدت في الأساس إنه إحنا نحل لأنه الوظف إنه بس بمنعوه من دخول الباب. لا يا سيد الناس شوف حسب كلامه أنا ما أرجع أنا بقول لك بنعيد صياغة كلامه كما قال هو هذا مش كلامي أنا بعد لك صياغة ومفهوم ما فهمنا من كلامه. تمام شوف بالنسبة لما بيقول إنه التوقف إنه يمنع من دخول البوابة. أيوه أنت بعض الله يعني الجسم الإنسان كجسم الإنسان إذا في جسم إذا بحاجة فاسدة بجسم ونص على أطباء الصفر بتستأصله إذا هو أي يفسد للجسم يعني شو تستأصله ولا الرجل هذا المريضة وما الرجل هو اسمعني الرجل هذا موقف عن العمل ويدخل أثناء وآدمي آدمي يا سعد المجوي الإنسان يحسن ويخطأ مهما كان يعني ما نختص على طول الاستئصال مع هذا في الاستئصال المسؤولين كلهم اسمعني يا كبدا والله أنا بدي لك على سبيل كجسمك كجسمك هو مثال لكن انا بقول لك الرجل هذا وقف عن العمل ويدخل اثناء توقيفه يشتغل داخل القسم المختبر وتجي الحاله اللي عنده ويقول لهم انا مضرب عن العمل يعني هو موقف ويدخل يشتغل ويقول انا مضرب عن العمل. طيب انا اشكرك يا سعد عبد المجيد بس انا عندي طلب يا اخي هل بتقوموا يعني طب هناك حقيقه حسب ما فهمت من كلامك وكان في فجوه قد يكون في لغه الخطاب هل هناك برامج تدريبيه نوعيه في التعامل بينكم بين الموظفين هل هناك برامج مهم جدا هذه ربما هذه البرامج تكون حل للمشاكل التي وجدتها ان شاء الله. هذا احنا طرحناها في الايام والاشهر القادمه انه نعمل توقيه يعني دورات اداريه دوره اداريه. اذا ما هو الحل في نظرك الان في قضيه دب بس بخلاصه الله يرضى عليك ايش الحل النهائي؟ الاخذ من الله انا كلمته قلنا له يا اخذ من الله انت تتكلم يعني راجع في اطار الادب ما معنى تراجع في إطار الأدب؟ أكيد من حق التراجع لكن في إطار الأدب ما يجب أنك تتلطف بألفاظ سوقية فلان كذا فلان كذا ما يجب منطقية نحن مع الصح أنا مكان وإحنا معك أنا لو شيء تراجع حتى أنا يمكن الكلام دي بيوجهين أنا بستحمل لكن رئيس الله يمكن ما يستحملنش. الله المستعان أخي الكريم نتمنى يا أستاذ عبد المجيد أن يكون صدركم واسع وأيضا عزيز والإنسان يصبر مهما كان وأتمنى أيضا من الأستاذ ذي الله أن يتواصل معك وإن شاء الله يجد حل في وظيفته ويعمل بكل همة نشاط والتدريب والتوعية مهمة جدا. أعزائي المشاهدين الكرام أشكر عبد المجيد المقدشي مدير الموارد البشرية وأشكر أيضا الله المنيفي على طرح مشكلته وإن لم نعرف ما هي الأسباب والمسببة لكن ربما فهمناها في لغة الخطاب. شكرا لكم أعزائي المشاهدين والتقي بكم بعد الفاصل. نافذة أمل يأتيكم الأحد في 8 مساء ويعاد في الأوقات التالية.